تسامحيني عن كل أغلاطي معك اللي انتبهت لها واللي ما انتبهت لها. أنا مسامحك بكل شيء وعن كل شيء وممنونك لكل لحظة عشتيها معي بكل هالسنين. بتمنى بس يا سلمى ما يكون اختيارك إلي يعني حول حياتك لشيء ضد طموحاتك أو ضد مشاعرك، بس هاي الحياة قدامك هلا، خليك شجاع. ماما هاي رسالة من خال إبراهيم هالمرة إلي. وين رسالتي أنا؟ مثل ما عم قل لك، رد على رسالتي إلي بس وبعت لي هالعنوان الكلية. بسيطة، اقرأ لي إياها. أسرار علي أنا؟ إيه أسرار. ما شاء الله، والله كبرت وصار عندكم أسرار. يلا بس مشان خاطر الست مها رح نقرأ لها سطرين. يا ستي اسمعي، أما بالنسبة إلى عملك بعد التخرج من الجامعة فهذا موضوع منتهي. سأرسل لك فيزا وإقامة في السعودية مباشرة بعد تخرجك، فأنا أحتاجك إلى جانبي، أعمالي تتوسع يوما بعد يوم، وإذا نفذت ما أفكر به وهو العودة إلى سوريا فأيضا ستكون معي. فقل لأمك مها لا تقلق. شبكي ماما؟ لا ولا شيء أمي، بس صايرين كلماته ناشفين ورسائله من سنين كأنه رفعتها. لا والله انت اللي حنونه زياده عن اللزوم. يلا شو دكتور طمني؟ لازم نوديه على المشفى، رح اتصل بالاسعاف. دكتور جمال كثير تعبان. دكتور جمال كثير تعبان.
الأمر لكم. جمال! قهرتني سلمى على هالحظ المعتر. بس كيف مش قوسة الشك. يلا ماما عن اذنك دقيقة واحدة. لك حبيبي وين رايح؟ عندي شغلة لا تخافي ما بطول. دير بالك على حالك. اوكي. تعال مالك تعال مالك. وهي فل الطريق قدام رفيقك. هلا انت حاسة حالك انه قاسية ولا لا؟ أنا آسفة حبيبي، ما كنت متخيلتك متضايق لهالدرجة. أنا زعلان على سلمى. مصايب الدنيا كلها نازلة فوق راسها، ولكن المشكلة إنه ما في حدا بيقدر يساعدها. بدك شي؟ سلامة قلبك حبيبي. يعني سلمى لو اجت لعندي ما كان احسن لها. وين بدها تقضي العده؟ والله ما بعرف يا اختي، هي اللي بدها تختار. وبعدين وين بدها تكون سلمى؟ انا بدي اكون معها. طيب والولاد؟ كمان معها. يعني ربينا لغيرنا؟ يا حيف على شبابك يا ابني. بس انا الحق علي. الو، مرحبا خان، كيفك؟ نحن تمام. ايه لا تاكل هم، الماما منيحه ومو ناقصنا اي شيء. ايه خال، بس بدي خبرك خبر مو كويس وبجوز يهمك. دكتور جمال زوج سلمى توفى، صار له اسبوع ما بعرف اي شيء. الماما صار لها 3 ايام رايحه جاي لعند سلمى. ايه خال ماشي. لا ما راح انسى امرك. مع السلامة. والولاد؟ شبههم الولاد. مع مين بدي يعيشوا؟ طبعا معي. بلكي زوجتي؟ هلا وقت هالحكي يا اختي؟ البنت ما صار لها طالعة من العدة الا اسبوع. عم بسأل. الولاد رح يبقوا معي سواء تزوجت ولا ما تزوجت، وهي وصية جمال. الله يرحمك يا ابني، ما تهنيت بحياتك. مع السلامة. شو بلاقيكي مبسوطة؟ كتير. خير؟ في حدا جديد؟ بطلت احكي لك حتى يوم العرس، ما بتلاقيني غير عم اقول لك تفضلي على عرسي. يا ستي ان شاء الله. ما قلتي لي امتى رح تضلي لابسة اسود؟ سلمى ليش ما عم تردي؟ ما بعرف، يمكن لآخر العمر. وليش حبيباتي ما بدك تروحوا معي؟ بنضل عند الماما. وأنا تتركوني لحالي؟ مرحبا خالتي. أهلي. شو خير؟ تيتا رح تاخذنا معها. تعو ماما تعو. خالتي رجاءً تتركينا بحالنا بقى، بكفي 6 شهور ومالك شغلة ولا عملة غير تجاكريني. ممكن تفهميني أنا شو عملتلك؟
ولا شيء، بس ولادنا بده يربوا معنا. هدول ولادي، بكفي تتدخلي بحياتي بقى خالتي، بكفي. بوس ايدك رحميني. ذاتي هالحركات مو جديدة عليكي. على كل حال انا رح شوف اخوكي زهير وخليه يتفاهم معي. هو قال لك بده يجي؟ ايه على طول، اقامة دائمة. هلا معقول يقول لك هالحكي وما يكتب لي انا؟ لا انا اللي قلت له. لك شو قلت له؟ كتران التليفونات بيناتكم كتير. ما قلت لك اسرار؟ ايوه اسرار. كيف بدي ارتاح؟ اخرت الماما. كيفكم ماما؟ عزبتوا التيتا شي؟ لا. طيب يلا ضبوا اغراضكم وحضروا حالكم قبل ما نمشي. يلا يلا ماما. مساء الخير امي. اهلين ماما. عذبوكي الولاد؟ طول الوقت قاعدين عم يلعبوا. شو يا سلمى؟ ما بدك تشلحي الاسود؟ كل الالوان صارت اسود عندي يعني. ما عاد يهمني. يعني شو ناوية تعملي لبعدين؟ ما بعرف. ما عم فكر بشي غير بالولاد. شو جاهزين؟ يلا ماما، بدك شي؟ تعي تغدي عنا بكرة. ليش خير؟ اخوكي عاوزك بموضوع. معلش امي، خليه هو يجي لعندي، ما بدي وجع لك راسك. يلا بوسو التيتا. يلا باي تيتي. الله معكم حبيبي. باي حبيبتي. لا تعذبوا الماما. مع السلامة.
بيضوا له يشي يعني بتاكلوا منيحة. اقعدوا ماما. ثلاثة بيتزا لو سمحت. شكرا كثير. شو ماما؟ تاخذوا عصير مع البيتزا؟ شو حبيبي؟ ليش هالإناقة كلها اليوم؟ اليوم أول يوم استلم شغلي. ما شاء الله، وشو هالشغل؟ مدير أعمال خالي، عندك مانع شيء؟ لا والله أحب على قلبي. يا ستي وأول مهمة اليوم إلي على البنك. طيب ماما ما دام رايح على البنك، سلم لي على سلمى كثير، وإلا الماما مشتاقت لك ومشتهية تشوفك. على عيني، دعي لي ماما. الله يوفقك ويسعدك. ايه علي، ماني مصدقه انك انت علي ابن ستنا وابن اخت ابراهيم كمان. تفضل هاي الحوالي، لا تنسى تسلمني على الوالده كثير كثير. الله يسلمك، بس الك عندي سلام خاص جدا من خالي وجيته مو مطوله. الله يسلمك ويسلمك. يلا استأذن. مع السلامة. أنا بيتي ما بتركه. على القليلة إذا بدك ما تعيشي معنا تعيشي مع أمك. معلش أخي، أنا والماما منتفاهم ورجاءً ما حدا يتدخل بيناتنا. نعم؟ شلون يعني ما حدا يتدخل بيناتكم؟ بدك تعيشي على كيفك؟ لا تغلط زهير، رجاءً لا تغلط، لا تخليني أحكي كلام صار لي 10 سنين عم حاول ما أحكي. أنت خليك بحياتك وتركنا بحياتنا. بس أنا أخوك الكبير مو على كيفك. يا سلمى أنت هلأ أرملة والناس بتاكل وشنا. يا سيدي الناس بحياتها ما سكتت عن الحكي. زهير اترك سلمى وتبقى ببيتها لحالها؟ اريح لها ببيتها. يا امي فهميني، بيت خالتي عالطالعه والناس اللي عم بيسمعوني حكي. وانا قلت لك اترك سلمى، بكفي اللي صار معها. هلا نحن السبب باللي صار لها؟ اي نعم، وبكفي لهون، وبعد كم سنه رح يصيروا اولادها شباب، ما عادت بحاجه لحدا ولا حتى لإلي انا. من سنين وست شهور وعشرين يوم، حياتي كلها هيك، ما عاد مستني شي. إذا رجع إبراهيم كيف رح يكون هلأ؟ معقول يكون تغير؟ معقول نرجع نعيش مع بعض؟ إيه وليش لا؟ مو هاد كان حلمي إني أعيش مع اللي بحبه وبيحبني؟ طيب والولاد؟ الولاد لازم يحبوا، إذا ما حبوا مشكلة. بلكي هو نسيني، معقول إنساني؟
ريت فيني انساكي. كنت ارتحت كل هالسنين وتزوجت وجبت ولاد مثل كل الناس. استنيني سلمى، رح اشتري لك اللي بدك اياه، واذا اهلك بدهم مصاري رح غرقهم بالمصاري. طريني سلمى. يا الله ليش حاسس الشام بعيد كتير؟ يا عم كيفك؟ الحمد لله. عم تدير بالك على القبور؟ الله يرحمهم. الله يرحمنا جميعا. تفضل هدول للولاد. الله يخليكي. لحظة شوي، هات تليفوني، إذا احتجت أي شيء خبرني. حاضر. ما بعرف شو اللي عم بيصير. ليش عم بقلق؟ معقول يرجع إبراهيم؟ خليكي ماما، أنا بفتح. خالي، حلا علي. ساعتك عم تشتغلي على ماكينة الخياطة؟ طيب طيب بعدين بنحكي. أنا كثير مشتاقة. ونحن كمان. خلي لي الشباب. كيفك سلمى؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هذا كرتي، أنا بشرته.
ايه شو هاد يا عم؟ باين عليك العز، ايه شوي تانية ما بعرفك. معقول ابو عمير؟ ما تعرفني الي؟ لك انا بعرفك، بس خفت انت ما تتعرف علينا. اي والله معه حق، صاير شكلك بيطير العقل. ايه قلي، شو ناوي تعمل هون؟ هلا ما رح فكر بشي. بس عندي مشروع ضخم. لك ما قلتوا لي. معقول تجيبوا 3 اولاد دفعة واحدة؟ ايه شو عم نساوي؟ عم نتسلى. عم تكفيك السيارة؟ لا والله، اشتري لي بولمان. خلصونا هلا. اخذنا الحكي. يلا ابو البر. لوين؟ لعنا على البيت. ولا نسيت البيت كمان؟ لا اعذروني ماني فاضي، عندي شويه مواعيد. لك يا اخي هلا وقت المواعيد؟ اذا مشان سلمى منروح منجيبها لعنا. مواعيدي مو مع سلمى، مواعيدي مواعيد شغل. طيب المسا بيجي باخذك. خلص عمر، اتركني على راحتي. اتركه على راحته، بلكي الرجال عنده شغل. ماشي، يلا بالاذن برهوم. طيب عمر، هدول الاغراض لكم وللولاد. ليش معذب حالك؟ يسلموا هالايدين. ولو اهلا وسهلا. مرحبا يا جماعه. اهلين علي، كيفك علي؟ تمام الحمد لله. يلا بالاذن. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. شو عندك؟ ايخا، في عندك موعد الساعه 6:30 مع ابو هيثم. ما ينسى يعني. طيب خال، انا رح اروح على البيت، برجع لك بعدين. طيب مع السلامه حبيبي. شو بدي اعمل بالهدايا اذا ما رضي ينزل ببيتي؟ انت ليش مكبره الموضوع؟ خالي تعود على نمط حياه معين. وبدك يعني انا روح زوره؟ يا ستي مثل ما بدك، رح خليه هو يجي لعنا. لا حبيبي، هو من اول ما اجى عم يفكر يغيظ الناس بمصاريه. هلا اتذكر الضيعه، بدي اعمل فيلا مشان يقول للناس شوفوني انا غني. بدك الحق، انت معقد الموضوع. خالي معه مصاري ولازم يشتغل، ولا بدك اياه يقضي طول حياته بسعودية. على كل إن انا تأخرت، يلا بخاطرك. الله معك. بدك مصاري؟ هلا رح نتحاسب يا ابو سهيل. بدك مصاري؟ شرف. كمان على رأسي.
تحرك. كمان بدك شرف. صحتين على قلبك. مرحبا ست سلمى، انا حارس المقبره. اجا واحد ورش مصاري على قبر ابوك كثير. وكيف شكله؟ حليوه ومربي شوارب وله دقن صغيره. طيب ممكن تجيب لي المصاري اللي عندي؟ ويا ريت ما تخبر حدا. لا لا، تعال عندي بكره على البنك. ماشي، مع السلامه. شو مين عم يحكي؟ واحد موظف عنا بالبنك. شو ناموا؟ ايه نام. خليه يروح على بيتي. لا حبيبتي، اليوم خليكي عنا، انا هوستك. كيفك يا بدر؟ اهلا لك. اهلا بالاستاذ ابراهيم. والله لك الف 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 الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ويخليك. كيف غاده؟ لا تقول لي صار لك زمان بالشام. لا لا، ما صار لي زمان، لي يومين ثلاثه بس، وحبيت اجي اسلم عليك. الف الحمد لله على السلامه. الله يسلمك حبيبي. الله يسلمك. شو حاطط صورتي هون بين البندوره والبقدونس؟ معقوله يا استاذ ابراهيم؟ اي وحياتك، في لك صورة هالقد قد ومعلقة بالبيت، ومو بس هيك سميت ابن صغير على اسمك. خير ان شاء الله، الله يخلي لك. يلا تسمح لي، انا عندي شوية شغل. سلم لي على غادة وعلى ابراهيم. باي باي. وين 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 وين؟ معلش مشغول شوي. باي باي. هذا بدر قدر ياخذ اللي بحبه بالقوة، دافع عن حبه وحبيبته، كان مستعد يموت مشانه. طب وانت؟ ما بعرف. فكرنا بشي محل ظريف ناخد الوالدة ونروح نتعشى. على راسي. لك شو؟ ست الحباهي قال غضباني علي، شو القصة؟ ليش مين أنا لحتى أغضب أو أرضى؟ لا لا تغلطي، أنت الوحيدة اللي بتكسري لي راسي، وإشارتك بس أوامر. معناها من بكرة بترجع على البيت وهي غرفتك موجودة. ما هسمعيني منيح. هذا البيت لازم تغيريه لبيت أحلى وأوسع. وين بدك يا؟ بالمزة؟ مشروع دمر؟ مقبر رماني؟ تخيلي حالك هيك قاعدة على تراس عم تشربي فنجان قهوة. أنا ما رح أتزحزح من بيتي، وشغلي ما رح أتركه، بتسلى هون مع الناس مشان ابنك. ابني كبر وصار شب. تعشيته؟ نحن كنا جايين ناخدك على العشاء. ايه ماما، حاجتك بقى، والله زودتيها. لا أنا اللي بدي جهز العشاء، بس قبل هيك بدي أطلب منك طلب يا إبراهيم. دير بالك على سلمى، اوعى تزعلها أو تجرحها. ليش أنا فيني زعلها لسلمى أو أجرحها؟ يا ريتني ما حبيت. لا فيك الخير. طبخت لك أرضي شوكي ورز على الغدا، وحضرتك ما شرفت. يا ستي هلأ بناكله، شو قلت خان؟ مثل ما بتكون. غيرت العزيمة. شوف خال، بدي اياك مثل النار بالشغل، عم تفهم؟ ان شاء الله. عملت اللي عليك وبالاصول يا سلمى، وهلا شوفي حياتك، لساتك صبية. وولادي؟ مو أول وحدة ترملت وطلقت ورجعت تجوزت، وولادك ما رح يصير عليهم شيء، وأنا ما اللي دايمتلك.
سمعت انه ابراهيم اجى على الشام من شاني. ما بعرف اذا اجى من شاني ولا من شان يكسر راس ابي. اذا بيحبك ورايدك ليش لا؟ اخ يا امي، يا ريتك تفهميني واقدر احكي لك كل شيء بقلبي، يا ريت. ابراهيم، الي عندك طلب تاني. خير؟ انسى الضيعة، ما بحبك تعمل مثل اللي بيصير معهم مصاري فجأة وبيبلشوا يتبروزوا. اختي انا كنت عم حاول اعمل هذا الشيء مشانك، انا حابك تنبسطي وتفرحي. صار لنا 30 سنة تاركين الضيعة، انا ما بنسى قديش ألمتنا. طيب ما في داعي نفتح الموضوع هلا. طيب شو رأيك نروح نزور قبر الوالد والوالدة؟ منزورهم الله يرحمهم، بس بنرجع فورا. طيب بس افضل بحكي معك، تصبحي على خير. وانت من اهل. شوف لي هذا هو؟ ايه هذا هو، بس له شوارب ومربي دقن صغيره. ماشي شكرا عمو، خذ المصاري اتركهم الك. لا هذا بنته مجنون بخاف يشتكي علي. وانا عم بعطيك اياه، هاي رزقه وجتك، خلص خذهم. ايه الله يخلي لك اولادك ويرزق خاطرك. مع السلامه. ألو، كيفك سلمى؟ أنا إبراهيم. معلش أخذت رقمك من أم فاطمة، اليومين ناظر اتصالك. ما بتجي على الشيراتون؟ إذا في مكان أفخم منه قليلي، أنا مستعد شوفك وين ما بدك. لا 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 لا، محل ما التقينا أول مرة ببيت ما. مع السلامة. يا ترى لساته بيحبني؟ بس صوته هيك عم بيقول.
كل هالسنين نرجع بنلتقي هون؟ لكن معقول نلتقي بمكان غريب عنا؟ سلمى طلبي شو ما بدك. شوف شو جايب لك معي. خاتم ألماس حقه 5,000 دولار. مين قال لك إني بحب الألماس؟ في امرأة ما بتحب الألماس؟ سلمى خلينا نطلع. حابب أعزمك على أي مكان بتختاري بالعالم. سلمى أنا جيت خصوصي مشانك. مبارح زرت المقبرة وزرت قبر أبوكي وقمت بالواجب.